الشهرة يا ابني ليها ثمن، ليها ضريبة لازم تدفعوها من وقت راحتكم ومن وقت خلوتكم ببعض. وترضوا بأكل زينة. وعلى فكرة يا اخوي، ما انتوا هتعملوها فينا النهاردة وتخدونا من ايديه الا قولي يا نبيل. ايوه يا طن. ايه رأيك يا حبيبي اذا كنت اخد نهى تقعد عندي شوية كده عند كام شهر؟ وانت كمان تقضي نفس المدة عندي. بس انت يا ماما ما عندكيش تليفون. ايه ما عنديش تليفون ولا ما عنديش نبيل؟ افتكر انت كمان لسه عندك اعذار. هو ممكن بس الواحد يرتب اموره ازاي؟ ايوه انا فاهم الحقيقه. المشاكل الناس اللي اسمها مشاكل عائليه بصحيح كتيره قوي، شفنا منها عينه هنا وقلع منها لعب القمار، القسوه، كراهيه واحد من الاثنين للتاني فجاه كده. انتوا لو كل واحد ضحى بجزء من عمله عشان الخطر التاني مش حد يبقى احسن منكم ابدا، ولا يمكن يبقى زيكم، خصوصا وانكم بتحبوا بعض. بلاش زحمه القضايا دي. أنا موافق. وأنا كمان موافق. يا حبيبة قلبي، أهو ده الكلام الحلو اللي كان نفسي أسمعه من بقك. خلاص بقى يا نبيل، صاف يا لبن. صاف يا لبن. صاف يا لبن يا نهى. طبعًا يعني. خلاص، تتفقوا بقى قدامنا النهاردة على إنكم تمسحوا مسح كل حبة عملتوا منها قبة، وتبتدوا بشهر سقعتها من أول وجديد. ياريت لي لو تقدر تسيب مكتبك شوية وفي أي ظروف أعمل زي. يا سلام، ده من بكرة. وافتكر إن زينب ممكن تحضر لك الخضار والحاجات دي يعني، وتطبخي بالليل وتنشال في التلاجة. بس على شرط ما بلاش اشتراطات. صح، هتبتدوا بقى شهر عسل من إمتى؟ من اللحظة دي على طول. بقول يا طنط. قول يا حبيبي اللي يعجبك. احنا مش انانيين، قصدي انا ونهى، وزي ما انتوا بتحبونا وتتمنوا لنا السعادة، نفس الشعور ده عندنا بالظبط بالنسبة لكم. فاكرة يا نهى بعد ما اتجوزنا كنا دايما نفكر في ايه؟ صدق نفس الفكرة جات لي دلوقتي. يعني انت معايا في نفس الفكرة؟ وبشكل حماسي جدا. ايه رأيك يا بابا في طنط عنايات؟ رأيي دايما على طرف لساني ومن جوه قلبي. دي ست بمعنى كلمة ست. وانتي يا ماما ايه رأيك في عمي؟ طيبة واخلاق وكمال. وعايش وحيد محروم من لمسة حنان او حد يرعاه وياخد باله منه. وانا بصراحة بقى ما اتمنش حد ابدا غير الناس اللي عرفوه وعشروه من زمان. والناس دول بقى انا نفسي اجدد لهم حياتهم واوجد لهم القلب الحنون والسمير اللطيف والشخص اللي يؤتمن عليهم بصحيح. والحمد لله الانسان ده موجود وموافق. ما يمكن يا ابني يكون فيه احراج لست عنايات بقى ده كلام يا عمي؟ وتباتيك. لا احراج ايه؟ وانا لو ما كنتش ماليه ايدي منها كنت خليت نبيل يتكلم ولا ايه يا ماما؟ يا سلام يا نوحة لما تكسفي الواحد بقى، اصلكوا خدتونا اخوانا مش جايز. لا جايز ولا ممكن. خمسة. كان هذا شيء قوي. محكمة. حكمت المحكمة حضوريا بعقد قران السيد رضوان شريف والسيدة عنايات عبد الدايم في ظرف أسبوع من تاريخه. يحيى العبد.
وقعت الجلسة. انتوا مش شامين ريحة غريبة هنا؟ ايوه صحيح ريحة كده. طب ما احنا عارفين ان الاكل جاهز. طب وعرفتوا منين؟ من ريحة الشياط.